السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا النقل المباشر وطبعا الترجمة المباشرة لكتاب Outsider Étude de sociologie de la déveillance, كتاب الغرباء دراسات في سوسيولوجيا الانحراف للسوسيولوجي الأمريكي هوارد بيكر. إذن كما أشرت سابقا الكتاب في الأصل مكتوب باللغة الإنجليزية وأنا أقرأ ترجمته باللغة الفرنسية. إذن سنحاول أن نترجم مضامين الفصل السابع. الفصل السابع بعنوان فرض المعايير. L'imposition des normes. إذن يقول هوارد بيكر في الفصول السابقة. Dans les chapitres précédents, nous avons étudié certaines caractéristiques générales des déveillants, ainsi que le processus par lequel ils sont désignés comme étrangers à la société et en viennent eux-mêmes à se considérer comme tels. Et donc, il dit Howard Baker, dans les fossiles sabiqa, nous avons étudié les caractéristiques وكذلك يعني المسار الذي طبعا الذي أو العملية التي تجعل منهم غرباء عن المجتمع، وطبعا هم أيضا يعتبرون أنفسهم يبتعدون عن معايير المجتمع. Nous avons ensuite examiné يعني بعد ذلك قمنا بفحص، يقول هوارد بيكر، قمنا بفحص ثقافة ومسارات مجموعتين يعني بين قوسين منحرفتين وهما مدخني الماريجوانا وموسيقي الرقص. والآن يعني حان الوقت طبعا لكي نتحدث عن الجانب الآخر من العلاقة وهو يتعلق بالأشخاص الذين يؤسسون للقوانين ويسعون إلى تطبيقها. يعني الأشخاص الذين يفرضون المعايير ويحاولون أن يطبقوها على الأشخاص المنحرفين الذين لا يمتثلون إلى هذه المعايير. Il s'agit simplement ici de savoir quand on établit les normes et quand on les fait respecter. إذن تعلق الأمر بكل بساطة بمتى نؤسس المعايير والقوانين ومتى يعني نسعى إلى تطبيقها واحترامها. يقول هوارد بيكر كما دونت في الفصل الأول، فلا يعني وجود المعيار أو القانون المعيار الاجتماعي طبعا لا يعني بأنه سيطبق بشكل يعني آلي. On ne peut pas rendre compte de l'application des normes en invoquant la vigilance constante de quelques groupes abstraits. On ne peut pas dire que c'est la société qui est atteinte par chaque infraction et qui agit pour rétablir l'ordre. On peut certes postuler à la limite que certains groupes ont ainsi imposé intégralement et automatiquement le respect des normes. Mais une telle fiction sert seulement à souligner le fait que les groupes sociaux ne fonctionnent pas habituellement de cette manière. En règle générale, pour faire respecter les normes, il faut en quelque, que quelque chose déclenche le processus. Et il y a Howard Baker, فوجود المعيار الاجتماعي أو القوانين ليس معنى ذلك أنها يعني تفرض هكذا وتطبق هكذا ونقول بأن المجتمع هو الذي يفرض هذه المعايير، وإنما في غالب الأحيان تطبق هذه المعايير وتحترم عندما يأتي حدث معين هو الذي يحرك طبعا هذه المعايير وهذه القوانين. C'est cela qui doit donc être expliqué. L'explication met en jeu plusieurs facteurs. Premièrement, il faut que quelqu'un prenne l'initiative de faire punir le présumé coupable. إذن فأول شيء يجب على يعني أول شيء طبعا في بخصوص تطبيق المعايير والقوانين ويجب على يعني أن يكون هناك شخص ما يأخذ المبادرة لكي يعاقب المتهم المفترض. إذن تطبيق معيار اجتماعي يفترض وجود
يعني ما يسمى بالأشخاص الذين يسعون إلى تطبيق القوانين، ما يسمى بالفرنسية بليز انتربرونور، ليز انتربرونور دو مورال، أي الأشخاص الذين يسعون إلى إنشاء القوانين وتطبيقها إلى آخره، لديهم مصلحة في ذلك. المسألة الثانية، il faut que ceux qui souhaitent voir la norme appliquée attirent l'attention des autres sur l'infraction. المسألة الثانية المهمة وهو أن الأشخاص الذين يريدون أن يطبقوا المعيار أو المعايير الاجتماعية أو القوانين يجب أن يثيروا انتباه الناس إلى يعني التجاوز أو المخالفة لكي تصبح تلك المخالفة عامة، يعني لكي يعي بها الناس طبعا ولا تصبح مهملة. En d'autres termes, il faut que quelqu'un crie au voleur. بعبارة يعني أخرى ينبغي مثلا، يقول هوارد بيكر هنا مثال، يجب على أن يجب يجب أن يش أن يس أن يصرخ أحد ما في وجه السارق. مثلا إذا كان هناك سارق سرق شيئا ما، فإذا لم يصرخ أي شخص في وجهه وإذا لم ينتبه إليه أي أحد طبعا، فإن مخالفته للقانون وسرقته ستمر بطريقة يعني متخفية ولن يشعر بها أي أحد. إذن تطبيق القانون هو مرتبط بالعديد من العوامل، كما يعني أشار هوارد بيكر، تطبيق القانون والمعايير الاجتماعية مرتبط أولا بالأشخاص الذين يسعون إلى تطبيق القانون ويسهرون على حمايته وتطبيقه وإنشاء القوانين، ثم على هؤلاء الأشخاص عليهم أن يكشفوا أو يعني أن يكشفوا أو أن تصبح المخالفة التي تخالف المعايير عامة ومعروفة. يعني معنى ذلك أن مجموعة من المخالفات الموجودة يعني في الواقع، طبعا مجموعة من المخالفات الموجودة في الواقع هي مخالفات غير مكشوف عنها، مخالفات متسترة. وهناك بعض الأحيان بعض المنظمات وبعض الأشخاص الذين يتسترون عن مجموعة من المخالفات، من بينها مثلا السرقة، سرقة أموال إلى آخره، فساد إلى آخره، هناك تستر وحماية لبعضهم البعض. تخوازيامون، المسألة الثالثة أو العامل الثالث لكي يصبح المعيار أو القانون مطبقا، pour crier au voleur il faut y trouver un avantage. يعني يقول هوارد بيكر، لكي نصرخ في وجه السارق يجب أن يكون هناك مصلحة شخصية التي تدفع بالإنسان إلى اتخاذ هذه المبادرة. Enfin, le type d'intérêt personnel qui incite à faire respecter le norme varie en fonction de la complexité de la situation. Nous allons voir comment le type d'intérêt personnel, la nature de la démarche entreprise et la publicité donnée à l'affaire se combinent avec le degré de complexité de la situation pour faire ou non appliquer les normes. إذن هناك عوامل التي سوف تجعل هل المعيار الاجتماعي يطبق أم لا، تبعا لمجموعة من الأشياء التي ذكرناها قبل قليل. Rappelons-nous l'exemple rapporté par Malinowski. إذن سيرجع هنا هوارد بيكر إلى المثال الذي أورده، مثال مالينوفسكي. فمالينوفسكي كان قد تحدث عن مشكلة وقعت داخل قبيلة، أحد الأشخاص قام بإقامة علاقة مع امرأة من نفس القبيلة، وهذا الأمر يعد محرما في تلك القبيلة، يعني بمعنى أن تتزوج أو تمارس أو تقوم بعلاقة مع يعني امرأة من نفس القبيلة، إذن يعد انسست، يعني يعد كنوع من زنا المحارم. ف tout le monde savait ce qui se passait. فمجموعة من الأشخاص كانوا يعرفون ماذا يحدث بين ذلك الشخص وتلك المرأة ولم يتكلموا. متى تكلموا؟ عندما قام أحد الأشخاص باتهام الشخص المرتكب الفعل أمام العامة، واتهمه بشكل مباشر وجعله أمام الأمر الواقع وفضحه. آنذاك بعد أن فضحه أمام العامة، ذلك الشخص الذي كان يقيم علاقة مع تلك الفتاة بما أنه سيواجهه المجتمع برمته قام فانتحر. إذا لاحظوا بأن يعني المجتمع في البداية لم يعير أي اهتمام
للمخالفة التي ارتكبها الشخص للمعيار الاجتماعي، ولكن عندما أصبحت المخالفة عامة وكل الناس يعلمون بها، فهنا طبعا المجتمع سوف يتدخل. L'imposition du respect de normes ne suscite pas plus de conflits dans les situations peu organisées et anonymes de la vie urbaine. Mais les conséquences sont différentes, car les gens s'accordent ici pour ne pas intervenir, fût-ce simplement en les signalant dans les violations de la loi. Même le plus caractéristique. L'habitant d'une grande ville, et هنا سيتحدث هوارد بكر عن مسألة تتعلق بساكنة المدن الكبرى. يقول بأن سكان المدن الكبرى يعني لا يتدخلون كثيرا في المخالفات التي يرتكبها الناس. يعني الناس عندما يرتكبون مخالفة في قرية صغيرة قد يشعر بهم المجتمع ويمنعونهم وكذا، يكون هناك تدخل قوي من طرف المجتمع الصغير. لكن عندما نعيش في مدينة كبيرة جدا، يعني الشخص حتى وإن يرى أحيانا شخصان يتعاركان، ربما شخص يعتدي على شخص، يعني يرى مجموعة من الأشياء أو الجرائم التي تقع أمام عينيه والمخالفات السير إلى آخره، فلا يتدخل. L'habitant d'une grande ville s'occupe de ses propres affaires. إذن الذي يقطن في المدينة الكبيرة فهو يهتم بشؤونه الخاصة. إذن فهو لا يهتم بالمخالفات التي يرتكبها الآخرون. إذن هذا الموقف لسكان المدن الكبرى يسميه جورج زيمل بالتحفظ. سماه جورج زيمل، طبعا جورج زيمل له دراسات سوسيولوجية مهمة، سماه بالتحفظ، سماه غيزاف، يعني أن سكان المدن الكبرى يكون لديهم ذلك السلوك نحو التحفظ. وذلك التحفظ في بعض الأحيان قد يؤدي بنا إلى أننا عندما نقطن في المدن الكبرى قد لا نعرف حتى مثلا وجوه الجيران، يعني حتى الجار ربما يسكن بجانبنا ولا نعرفه حتى في وجهه وملامحه، يعني طبعا لأننا ننشغل فقط بأنفسنا ولا نعرف حتى يعني الأشخاص الذين يقطنون في الجوار. Il y a quelques années, un magazine a publié une série de photos. مثلا هنا قال، يعني هنا مثال عن هذا التحفظ الذي طبعا يطبع سكان المدينة، هو أنه إحدى المجلات نشرت صور تعبر عن هذا الموقف. كان هناك في تلك الصور شخص طبعا ملقى على الأرض وفاقدا للوعي في يعني شارع معين، وذلك الشارع كان شارعا طبعا فيه رواج كبير في مدينة كبيرة. يعني الصور بينت أن المارة يعني يتجاهلون ذلك الشخص، يتجاهلونه أو طبعا يحاولون أن يبينوا أنهم يعني لا يعني طبعا أنهم لا لم لا يعرفوا ماذا يقع له. إذن ذلك الشخص ساقط على الأرض وطبعا فاقد للوعي وكذا، والمرة في ذلك الشارع الذي يعرف رواجا يمرون عليه دون أن يتدخلوا. هذه حالة يعني تحدث عنها، تبين أن بعض الأحيان سكان المدينة لا يكترثون يعني لما يقع في حولهم. Toutefois, si la réserve est typique de grandes villes, elle ne caractérise pas toute la vie urbaine. Dans de nombreux secteurs urbains, طبعا إذا كانت هذا التحفظ موجودا في وطبعا طابعا خاصا للمدن الكبرى، فهو طبعا هذا التحفظ لا يميز كل المدينة أو كل الحياة الحضرية، فمجموعة من الأحياء وخاصة الأحياء الهامشية والتي تقطنها مجموعات إثنية معينة، نجد بأنه لديهم تصرفات أخرى مختلفة، فسكان تلك الأحياء الهامشية
والفقيرة يعتبرون أن كل ما يحدث في الجوار شأن يخصهم أيضا. Les citadins manifestent plus nettement leurs réserves dans les endroits publics anonymes, tels que les places et les artères centrales. إذن فسكان المدينة يظهرون تحفظا وعدم اكتراث بما يقع حولهم وب ربما مخالفات الآخرين إلى آخره، يظهرون ذلك السلوك أكثر في الحالات في الأماكن طبعا الأماكن التي تكون أماكن عامة ولا يعرفهم فيها أي أحد، مثل ساحات كبرى، شوارع طبعا طبعا فيها رواج كبير إلى آخره. Dans les situations plus complexes, la possibilité d'interprétation divergente de la situation est plus grande, ainsi que l'éventualité de conflits concernant l'imposition du respect des normes. Quand deux groupes sont en concurrence pour quand deux groupes sont en concurrence pour le pouvoir à l'intérieur d'une organisation, هنا سوف يذكر طبعا سيذكر هوارد بيكر حالة اختلاف حول فرض المعايير واحترام المعايير الاجتماعية والقوانين. مثلا عندما تتعارض مصالح مجموعات معينة تكون في تنافس حول السلطة داخل مثلا تنظيم معين في مصنع أو غيره، مثلا الإدارة والعمال يكون هناك صراع بينهم حول ظروف العمل. لو كونفلي بو ميم اتر كرونيك، يمكن ان يكون الصراع بينهم يعني صراعا مزمنا ومستمرا. Cependant, précisément parce que le conflit est une composante durable de la relation, il peut aussi ne jamais se transformer en conflit ouvert. Bien au contraire, empêtré dans une situation contraignante pour les deux parties, chaque groupe, إذن هنا كل مجموعة يعني مثلا الإدارة والعمال يحاولون أنهم يتركون الآخرين يخترقون بعض القواعد طبعا ومن أجل مصالحهم الخاصة. المقصود هنا أنه أحيانا عندما يكون هناك مثلا في مصنع معين صراع بين العمال والإدارة، الإدارة مثلا تغض الطرف عن بعض المخالفات التي يرتكبها العمال، وهي نفسها العمال يغضون الطرف عن انتهاكاتها وبعض مخالفاتها. إذن هناك نوع من التبادل للمصالح. هذا الأمر يحدث حتى مثلا بالنسبة للمدرسين، أحيانا تجد مثلا المدير مع المدرس، أحيانا المدير يغض الطرف عن بعض الأشياء والمدرس يغض الطرف عن بعض الأشياء وكذا. وهذا الأمر موجود في كل المجالات، في كل المجالات وفي كل التنظيمات قد نجد هذا النوع من التوافق حول يعني أننا يعني لا نغض الطرف عن المخالفات، لا نشيب الآخر في إطار يعني في إطار تبادل المصالح. مالفيل دالتون a étudié la transgression systématique des normes. يعني هنا مالفيل دالتون درس أو درست يعني اختراق المنتظم لمجموعة من المعايير من طرف بعض يعني أفراد الشركات الصناعية وكذلك محلات الكبرى إلى آخره. il rapporte ça veut dire Malville Dalton يعني رجل، فيقول بأنه بعض الأحيان هناك بعض الموظفين وبعض الأجراء الذين يستعملون بعض الأشياء لمصالحهم الخاصة، يعني يقومون أشياء مثلا لها علاقة بالشركة وأشياء يعني مثلا هي في ملكية الشركة يستعملونها لمصالحهم الشخصية. مثلا les directions tentent de mettre fin à ces détournements mais elles n'y réussissent pas. ولكن مثلا الإدارة أحيانا تريد أن تمنع هذه السلوكات لكن لا تستطيع. Toutefois, elles évitent habituellement de porter ce problème sur la place publique. Voici quelques exemples. مثلا هناك أمثلة لبعض بعض هذه الأشياء. مثلا أحد مراقبي العمل في مصنع ما قام بإنشاء
ورشة تصنيع في منزله، وأخذ مجموعة من الآلات التي هي يعني آلات تخص الشركة، يعني مجموعة من الآلات، une perceuse, un nettolimeur، يعني آلات اللي تتعلق مثلا بالنجارة، une rectifieuse، مجموعة من الآلات التي أخذها، هي آلات طبعا هي في ملكية الشركة، يستعملها لمصلحته الشخصية. وهذا الأمر موجود، بعض الأشخاص مثلا يستعملوا سيارة الدولة أو سيارة المصلحة الخاصة لقضاء العطلة ولبعض الأشياء الخاصة، وهكذا دواليك. مثلا كذلك un employé faisait toute sa correspondance au bureau en utilisant les fournitures et les timbres de la société. كذلك مثلا أحد المستخدمين أو أحد الموظفين في شركة كان يستخدم يعني الأشياء الموجودة في الشركة والطوابع البريدية إلى آخره التي تنتمي إلى أو التي تملكها الشركة، يستعملها لمصلحته الخاصة. مثلا أيضا أحد التقنيين الذي يعني التقنيين في أحد المستشفيات، هو أيضا كان يستعمل بعض المواد الغذائية، وكان يبرر ذلك بكون أن أجره منخفض إلى آخره. يعني هناك مجموعة من الأشخاص الذين يشتغلون في منظمات أو تنظيمات يقومون بمخالفات، لكن هذه المخالفات لا تعاقب، لأن أرباب الشركات يعرفون تلك المخالفات ويغضون الطرف عنها في مقابل حماية مصالحهم. هذا هو المقصود. Appeler toutes ces actions du vol serait passer à côté de l'essentiel. إذن فدالتون يقول بأننا إذا قمنا بتوصيف هذه الأفعال بأنها فقط يعني سرقة، نكون قد يعني لا يعني نكون قد ابتعدنا عن الأهم. Qui souligne au contraire la complicité. إذن هنا هو دالتون يؤكد على يعني أنه الإدارة تعرف هذه الأشياء، مشاركة في الأمر. Mais quand elle condamne le vol à l'intérieur de l'entreprise. Même quand elle condamne le vol à l'intérieur de l'entreprise. En fait, il ne s'agit pas du tout d'un système de vol, mais d'un système de récompense. إذن الإدارة تعتبر ذلك بأنه ليس يعني منظومة سرقة، وإنما نوع من الحوافز. En s'appropriant des biens et des services qui appartiennent à l'entreprise, les salariés obtiennent effectivement, quoique non officiellement, la récompense de leur contribution exceptionnelle à la bonne marche de celle-ci. إذن فبعض المستخدمين وبعض الموظفين يأخذون بعض الأشياء من الشركة بطريقة غير شرعية، وهي عبارة عن يعني كأنهم يأخذون ما يستحقونه، لأن أصلاً الشركة لا تعطي لهم الأجر الذي يستحقونه، وبالتالي فهم طبعا يستعملون بعض الأشياء ويأخذون بعض الأشياء بطريقة غير شرعية. إذن سوف ربما نمر إلى شيء آخر، وهو مسألة مراحل فرض المعايير، مراحل فرض المعايير الاجتماعية أو المعايير بصفة عامة. Avant d'envisager l'histoire de cette législation, nous allons considérer le problème selon une autre perspective. Nous avons vu comment le processus d'imposition des normes varie avec le type de structure sociale. En introduisant la dimension temporelle, إذن هنا سيتحدث هوارد بيكر عن البعد الزمني لفرض المعيار، يعني المراحل التي يمر منها المعيار الاجتماعي كي يفرض ويطبق. Nous allons examiner, إذن سيفحص مراحل مختلفة التي تمر منها عملية فرض المعيار، والتي سماها ما يسمى بالتاريخ الطبيعي لفرض المعيار. إذن في التاريخ الطبيعي لفرض المعيار مقصود به هو البحث عن الأشياء العامة في صنف من الظواهر، وليس الأشياء الخاصة. إذن فهنا البحث عن الأشياء العامة، وليس الأشياء المميزة أو التي يعني طبعا تكون خاصة. Dans cette perspective,
J'étudierai ici les caractéristiques génériques qui constituent les signes distinctifs des processus par lesquels des normes sont élaborées et imposées. Pour présenter les stades de tels processus, j'utiliserai un modèle qui fait référence au droit. إذن فهو ورد بكر لكي يقدم مراحل هذه الصيرورة عملية فرض المعايير سيستعمل نموذج له مرجعية قانونية ولكن يقول بأن هذا الاختيار لا يعني بأن التحاليل أو التحليل الذي سيأتي فيما بعد يطبق فقط على يعني في مجال القانون. Les normes spécifiques ont pour origine cette préférence exprimée en termes vagues et généraux que les chercheurs en sciences sociales appellent souvent les valeurs, des valeurs. يقول هوارد بكر بأن المعايير الخاصة أو المعايير التي تفرض معايير يعني اجتماعية محددة أصل لها أصل في ما يسمى بالقيم. إذن القيم تكون هناك قيم عامة واسعة عامة غير محددة من خلال تلك القيم ننشئ معايير محددة مكتوبة قوانين ونقول بأن مخالفة هذا الأمر يؤدي إلى عقاب. مثلا نقول بأن مثلا بالنسبة للمسلمين تحريم مثلا العلاقة غير الشرعية طبعا وفق قانون معين، إذن هذا معيار وقانون من يخالفه سيعاقب، لكن القيمة التي يدافع عن هذا القانون أو الأصل هو أن مثلا الحفاظ على الجنس البشري وكذا، إذا مجموعة من مثلا كمثال تحريم الشذوذ الجنسي، إذا تحريم الشذوذ الجنسي غرضه أنه أن الإنسان لكي يحافظ على النسل البشري إلى آخره، فيجب أن تكون العلاقة بين المرأة والرجل. إذن هذه قيمة. إذن هنا من خلال القيمة نستخرج المعيار. سي سبيسياليست، إذن هؤلاء المختصين الذين يتحدثون عن القيم وعلاقتها بالمعايير طرحوا مجموعة من التعاريف المتنوعة لمفهوم القيمة أو القيم. وهنا سوف نأخذ تعريف تالكوت بارسونز. يقول تالكوت بارسونز يمكننا أن نسمي قيمة طبعا كل عنصر من منظومة منظومة دان سيستم سامبوليك منظومة رمزية والتي كي سير دو كريتير والتي سوف يعني تستعمل كمعيار لاختيار اتجاه بين مجموعة من الإمكانيات المختلفة في وضعية معينة. إذن هناك وضعية معينة تطرح مجموعة من الإمكانيات المختلفة، إذن فالقيمة هي التي تسمح لنا بالاختيار. هناك قيمة مثلا حرية التعبير قيمة، مثلا الحرية الفردية مثلا قيمة إلى آخره، مجموعة من القيم. باغ إكزومبل مثلا كمثال المساواة. المساواة هي قيمة في الولايات المتحدة الأمريكية. Nous préférons, dans la mesure du possible, traiter des individus sur un pied d'égalité. إذا المساواة هي قيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، أي أننا نتعامل مع الأفراد على قدم المساواة بغض النظر عن مرجعياتهم المختلفة. نفس الشيء بالنسبة للحرية الفردية، يعني نفضل أن نترك الناس تفعل ما تشاء إلا إذا طبعا كانت هناك أسباب معينة لتتعارض مع هذه الحرية الفردية. Mais les valeurs sont des piètres guides pour l'action, car elles ne comportent pas que des critères de choix généraux. ولكن القيم، عندما نقول القيم، فالقيم هي طبعا لا تستطيع أن ترشد السلوك والفعل، لأن القيم هي واسعة ولا تحدد يعني بدقة ما الذي يجب فعله. إذا القيم تعطي معايير واختيارات واسعة وعامة. لأنه في الحياة يعني طبعا لماذا؟ لأنه في الوضعيات الحقيقية الملموسة للحياة اليومية إلي غار كو توت لي شوز سوا إيغال. مثلا سنأخذ مثال المساواة، نقول بأنه المساواة
قيمة عليا إلى آخره. ولكن في الحياة في الملموسة من الصعب جدا أن كل الأشياء تكون فيها مساواة. إذا المساواة على مستوى الواقع صعب تحقيقها. Il n'est pas facile de relier sans ambiguïté la notion vague d'égalité à la réalité concrète. Il est donc difficile de déterminer la ligne de conduite prescrite par telle valeur dans une situation donnée. إذا من الصعب جدا أننا يعني نتحدث أو نحدد السلوك الذي يجب فعله أو لا يجب فعله انطلاقا فقط من قيمة عامة هي قيمة الحرية. La référence aux valeurs pour orienter l'action rencontre un autre obstacle. فالرجوع أو يعني إلى القيم لتوجيه السلوك والفعل طبعا يواجه مشكلا أو عائقا آخر وهو elles sont si vagues et si générales qu'il est possible d'adhérer à des valeurs incompatibles entre elles sans même être conscient. إذن أنه العائق الآخر هو أن بعض الأحيان تكون القيم متعارضة ولكننا لا نعي ولا ندرك هذا التعارض. نبخنو ولا نأخذ يعني ولا نعي طبعا بذلك المشكل إلا عندما يعني نمارس يعني عندما نمارس بعض الأفعال يعني الملموسة في الواقع في الحياة اليومية. Nous prenons conscience de leur incapacité à fonder nos actions lorsque, dans les moments de crise, nous nous apercevons que nous ne pouvons pas décider entre plusieurs lignes de conduite également prescrites, mais incompatibles entre elles. Ainsi, pour prendre un exemple, si nous prenons مثال مثلا, مثال محدد, notre adhésion aux valeurs d'égalité nous entraîne à proscrire la ségrégation raciale. إذن يقول المثال أن انخراطنا في يعني في قيم المساواة يجعلنا نرفض التمييز العنصري أو التمييز على أساس العرق. ولكن mais les valeurs de liberté individuelle ولكن قيم الحرية الفردية التي نمتلكها ونتقاسمها تمنع علينا أننا نتدخل في الحياة الخاصة للآخرين، لأنه بعض الأحيان تجد أن بعض الأشخاص في يعني محيطهم الخاص يمارسون التمييز العنصري. إذن لا نستطيع أن نتدخل في حياتهم الشخصية. Si un noir qui possède un voilier fait savoir comment cela est arrivé récemment dans la région de New York, qu'aucun club de navigation de plaisance ne veut l'admettre. مثلا أحد السود رفض من طرف بعض نوادي السباحة. Nous nous apercevons que nos valeurs ne nous sont d'aucun secours pour décider ce qu'il faut faire. رفض أحد الأشخاص من بعض نوادي السباحة. فطبعا لا يمكن يقولك بأنه من الصعب جدا أنك تتدخل في هذه الحالة، خاصة إلى أنه مثلا رفض بطريقة غير واضحة بأنها مثلا ربما هو يرفض على أساس عنصري ولكن لا يتم توضيح ذلك. مثلا سأعطيكم مثال، أنا هذا الأمر يعني عينته في فرنسا. مجموعة من الأشخاص الذين يكتالون منازل في فرنسا قد يعني عندما يرى بأنك مثلا اسمك عربي فهو يرفض أن تكتري عنده مثلا المنزل، لكنه لن يقول لك أنني أرفضك، سيختار شخص آخر أو سيدعي بأن المنزل قد اكتري أو كذا، فهو سوف يعني يبحث عن مبررات لكي لا تكتري منه المنزل، فهو يبحث عن شخص آخر من ذوي الأصول البيضاء. إذن هناك مساواة حقا، ولكن لا تستطيع أن تفرض عليه كيف يتصرف ذلك الشخص، ولا تستطيع أن تبين أن الشخص مثلا قد ارتكب مخالفة عنصرية في كونه رفض أن يكتري لشخص من ذوي الأصول العربية والمغاربية. إذن هذا الأمر، إذن فالقيم les valeurs s'avéreront ainsi inadaptées. فالقيم لا تستطيع أن تحدد السلوك في الوضعيات الملموسة، وبالتالي فالمجموعات الاجتماعية تؤسس المعايير خاصة محددة والتي هي تكون طبعا تتعلق بالحياة اليومية، وهذه المعايير تكون في الغالب مشتقة من القيم، لأن القيم هي التي تؤدي إلى
طبعا القيم هي التي تؤدي إلى إنتاج معايير. وطبعا هذا في ما يسمى ما سماه هوارد بيكر في التاريخ الطبيعي لإنتاج المعايير، يعني إنتاج المعايير بشكل طبيعي أنها تبدأ بالمعايير، يعني المعيار الاجتماعي يبدأ بقيم معينة، هذا هو التاريخ الطبيعي. Les groupes particularisent et précisent les valeurs sous forme de normes dans les situations problématiques de leur existence quand les difficultés rencontrées exigent que des mesures soient prises. إذن فالمجموعات الاجتماعية تقوم بإعداد قوانين بناء على قيم إلى آخره عندما تواجه بعض المشكلات، تواجهها مشكلات في الحياة اليومية. Parmi les différentes valeurs auxquelles ils adhèrent, ils en choisissent une ou plusieurs qui se rapportent à ces difficultés et on en dérive une norme spécifique. Tout en étant conçues en accord avec les valeurs concernées, ces normes définissent avec une relative précision les actions autorisées. فطبعا هذه المعايير هي التي ستحدد يعني الأفعال المسموح بها، الأفعال الممنوعة إلى آخره. Le type idéal de la norme spécifique, c'est une législation soigneusement élaborée et précisée par son interprétation juridique. عندما نقول نموذج المثالي للمعيار الاجتماعي هو عندما يكون المعيار الاجتماعي الخاص محدد بتشريع معين بقوانين مكتوبة ويكون تأويلها القانوني واضح إلى آخره. يعني هنا نصل إلى النموذج المثالي، إنه بعض مثلا بعض المعايير تكون فقط غير رسمية متعارف عليها عرف، بعض القوانين تكون قوانين لكنها نصوص غير واضحة، وبعض النصوص القانونية تكون واضحة يعني قطعية قطعية. Une telle norme n'est pas ambiguë. إذن فعندما يكون القانون يعني المعيار عبارة عن قانون واضح يكون ليس فيه غموض. Au contraire, ces dispositions sont précises et chacun sait exactement ce qu'il peut ou ne pas faire. إذن كل شخص يعرف ماذا عليه أن يفعل أو لا يفعل. Ceci est un type idéal. إذن هذا النموذج مثال، هذا هو المثال الأعلى. يعني La plupart des normes ne sont pas aussi précises et infaillibles. لكن في الغالب فالمعايير هي ليست بها من هذا النوع المثالي، أغلبها يعني فيها ثغرات. La plupart des normes ne sont pas aussi précises, يعني ليست دقيقة وليست لا تخطئ، bien qu'elles soient beaucoup moins ambiguës que les valeurs. لكن طبعا هي أقل غموضا من القيم العامة. Les normes peuvent aussi parfois nous poser des problèmes. أحيانا يمكن تطرح مشاكل المعايير أو القوانين. Mais précisément parce que les valeurs sont générales et ambiguës, on peut les interpréter de diverses manières et en dériver plusieurs sortes de normes. Telle norme peut concorder avec une valeur donnée, il reste que des normes radicalement différentes auraient aussi pu en être dérivées. أحيانا يمكن استخراج مجموعة من المعايير والقوانين من نفس القيمة، يعني نفس القيمة القيم نفس القيمة نؤولها بطريقة مختلفة، وبالتالي نستخرج قوانين متعارضة أحيانا، قوانين ومعايير متعارضة لنفس القيمة. نحن ندافع مثلا عن الإنسان، ولكن كيف ندافع عن الحرية، ولكن كيف ندافع عن المساواة، ولكن كيف إلى آخره. De plus, pour que des normes soient déduites des valeurs, il faut qu'une situation problématique incite quelqu'un à faire cette déduction. بالإضافة إلى هذا، لكي تستخرج المعايير من القيم، بمعنى أنه تستنتج انطلاقا من قيم، يجب أن تكون هناك وضعية إشكالية تدفع بشخص معين أنه يستنتج هذا القانون، يعني هذا المعيار، انطلاقا من وضعية مشكلة. Mais il se peut que certaines normes qui ne semblent découler logiquement d'une valeur communément répandue n'aient même pas été envisagées par les gens qui partagent cette valeur parce que les situations et les problèmes qui exigeraient leur adoption ne sont pas présentés ou parce que les gens ne sont pas conscients de l'existence du problème. Une norme spécifique déduite d'une valeur générale peut aussi s'opposer à d'autres normes dérivées d'autres valeurs. Ce conflit, qu'il soit connu en toute conscience ou seulement reconnu implicitement, peut empêcher la création d'une norme spécifique. Bref, les normes ne découlent pas automatiquement. Mais à l'autre, il y a un dirigeant Howard Baker, où les معايير الاجتماعية بعض الأحيان لا تكون نتيجة لقيم معينة.
puisqu'une norme peut satisfaire un intérêt. يمكن لأنه المعيار قد يكون يلبي حاجة خاصة ويتعارض مع حاجة يعني الجماعة. إذن les normes sont généralement élaborées avec soin pour garantir qu'elles auront seulement les effets qui en sont attendus. والمعايير الاجتماعية يعني تقام بطريقة معينة لكي طبعا تنتج فقط أو لكي يحصل فقط الأثر المرغوب منها، لأنه بعض الأحيان قد تنتج قانون ويكون له تأويلات غير مرغوبة. Elles sont soumises à des restrictions. والمعايير فيها تكون فيها بعض الاستثناءات إلى آخره. L'attention globale de ces lois est d'interdire la diffusion publique de sujets contraires aux bonnes mœurs. Mais cette interdiction. نأخذ مثال هنا. نأخذ مثال. هو مثال قوانين حول يعني البورنوغرافيا. مواقع الإباحية والبورنوغرافيا بصفة عامة. فالقصد العام لهذه القوانين القوانين التي تمنع البورنوغرافيا هو منع الانتشار العام لهذه الأمور والتي هي في تعارض مع الأخلاق الجيدة إلى آخره والحميدة. ولكن هذا المنع هذه القوانين منع هذه مثلا البورنوغرافيا مثلا المجلات أو مواقع إلى آخره يتعارض مع قيمة أخرى وهي حرية التعبير. ويدخل أيضا في صراع مع المصالح التجارية الخاصة لبعض الأشخاص، مثلا كتاب يعني مجلات مسؤولين عن مواقع إلى آخره إلى آخره. ديفيرس ادابتاسيون، وهنا تأتي بعض مثلا التكييفات التي تضاف للقانون لكي يحترم مصالح الجميع. مثلا يعني الموقع الإباحي فهو ممنوع، يحدد مثلا القانون يقول مثلا أنه شخص أقل من 18 سنة ممنوع عليه أن يدخل إلى كذا إلى كذا، فهو ليس معني بالأمر مثلا. وإن كان في الأمر الواقع العديد من الأشخاص المراهقين أقل من 18 سنة يرتادون مواقع إباحية. إذن هنا طبعا الأمر يبقى بين قوسين. Mais la déduction d'une norme spécifique à partir d'une valeur générale n'achève pas son histoire naturelle. إذن حتى وإن استخرج المعيار الاجتماعي من انطلاقا من قيمة من قيم، فهو لا يتم تاريخه الطبيعي. متى يتم تاريخه الطبيعي؟ يتم تاريخه الطبيعي عندما يطبق في حالات خاصة على أشخاص خاصين. إذن فالمعيار شكله النهائي في التطبيق elle doit trouver sa forme finale dans les actes particuliers. إذن في التطبيق على حالات خاصة هنا يأخذ المعيار شكله النهائي. Le respect des normes est imposé sélectivement. لكن الإشكال المطروح هو أن احترام المعايير يفرض بطريقة انتقائية تبعا للشخص ووضعيته تبعا للحظة تبعا للوضعية تبعا لمجموعة من الأشياء. On peut se demander si toute norme parcourt cette séquence qui va de la valeur générale à l'acte particulier en passant par la norme spécifique. يقول هوارد بيكر ولكن سنتساءل هل فعلا كل القوانين والمعايير تأخذ أو تتبع هذا يعني هذا التسلسل بمعنى أنها تبدأ من قيمة عامة لسلوك معين إلى آخره لكي يصبح هناك معيار خاص قانون إلى آخره. هل فعلا كل المعايير الاجتماعية تنتج بهذه الطريقة؟ En fait, des valeurs peuvent renfermer un potentiel inutilisé de normes que l'on n'a pas encore déduites, mais qui pourront, dans certaines circonstances, être transformées en normes spécifiques à part entière. De même, certaines normes spécifiques ne sont jamais mises en vigueur. Mais existe-t-il en sens inverse? سؤال الآن الذي يطرحه هوارد بيكر، هل يوجد في الاتجاه المعاكس قوانين التي أو معايير التي لا تؤسس انطلاقا من قيمة عامة؟ هذا سؤال.
et des actes contraintes ou de répression qui ne sont justifiés pas à partir des normes spécifiques. Ou mettons, hal toujet بعض السلوكات العبارة عن قمع مثلا وإكراه والتي هي غير موجودة في قوانين معينة أو في معايير اجتماعية معينة خاصة. إذن il est évident que de nombreuses normes sont purement techniques. من هنا يقول هوارد بيكر من الواضح أن العديد من المعايير المفروضة هي تقنية فقط ولا تتعلق بقيم معينة بالدفاع عن قيم. Les règles spécifiques régissant les transactions sur les valeurs financières sont probablement, مثلا, بعض القوانين المتعلقة ببعض العمليات المالية إلى آخره. يقول بأنه ربما من هذا النوع، أنها يعني قوانين ومعايير فقط تقنية، ليست لا تدافع عن قيمة معينة. Elles semblent en effet correspondre plutôt à une tentative pour régler le fonctionnement. يعني فقط هي محاولة لتعديل عمل مؤسسة معينة. De même, des actes de contrainte, بنفس الشيء بالنسبة لبعض السلوكات اللي هي سلوكات عبارة عن إكراه وقمع، يمكن أنها تؤسس على معايير وليدة اللحظة من أجل تبرير الفعل. مثلا بعض السلوكات الغير رسمية الخارجة عن القانون لبعض يعني بعض رجال الشرطة هي من هذا النوع. يعني بعض رجال الشرطة قد يأتي ويضربك ويقوم ببعض الأشياء خارج عن القانون ويحاول أن يبررها بأنها قانونية. يعني هو مثلا يضرب بطريقة معينة أو يقوم بسلوك غير قانوني ويدعي بأن ذلك السلوك هو قانوني وكذا ويحاول أن يبرر الموقف. Eden, si l'on admet que ces derniers exemples s'écartent du modèle d'histoire naturelle des normes qui viennent d'être esquissées, on peut se demander jusqu'à quel point celui-ci s'applique effectivement au domaine auquel nous pouvons nous intéresser. Eden, fa yaqul Howard Baker, idha aqrarna bi anna hadhihi al-amthila al-akhira tabta'id 'an namudaj al-tarikh at-tabi'i lil-mi'yar aw al-ma'ayir al-ijtima'iyya al-ma'ayir aw al-qawanin tab'an li'annahu tahaddatha fi al-bidaya 'an تاريخ طبيعي. ما معنى التاريخ الطبيعي؟ المقصود به أنه المعيار يكون عبارة عن قيمة، قيم عامة. بما أن المجتمع يرى بأن بعض القيم تنتهك، إذن يفرض قوانين وقواعد لاحترام تلك القيم. إذن هذا هو التاريخ الطبيعي للمعيار أو القانون. لكن بعض الأحيان تكون هناك قوانين أو معايير تقنية فقط، غرض لها غرض لحماية أشخاص أو كذا إلى آخره. مثلا اليوم هناك مثلا جواز التلقيح، فجواز التلقيح هنا فيه نقاش. البعض سيعتبر أن جواز التلقيح هو فرضه عبارة عن، طبعا فرض جواز التلقيح هو عبارة عن قانون له مرجعية قيمية كون أنه الحفاظ على الصحة والسلامة للمواطنين إلى آخره. البعض الآخر سوف يقول بأن لا، الأمر لا يتعلق بحماية الأشخاص وإنما بحماية المصالح الاقتصادية لبعض الفئات. هنا يقع نقاش حول كون القانون المفروض هل فعلا هو تقني فقط لحماية بعض المصالح أو هو فعلا له مرجعية طبيعية قيمية بناء على قيمة معينة في المجتمع. هنا يختلف النقاش. C'est là une question de fait qui ne peut être résolue que par des recherches sur différents types de normes dans diverses situations. Du moins, savons-nous que de nombreuses normes passent par cette séquence. Et donc, يقول Howard Baker, إذن هذا السؤال يطرح ولا يحل إلا عن طريق أبحاث. يقول أنه يجب أننا نجري أبحاث على مجموعة من القوانين والمعايير وندرسها لكي نعرف هل فعلا تمر بالتسلسل الطبيعي أو لها مرجعية قيمية أو لا. الآن سنمر إلى مسائل أخرى تتعلق بالأشخاص الذين يفرضون المعايير، يعني بمعنى الأشخاص الذين يحاولون أن يسهروا على فرض القيم و
السهر على تطبيق فرض المعايير والسهر على تطبيقها. إذا يقول il faut chercher la personne, il faut chercher quelle est la personne qui s'occupe de veiller à ce que cette déduction soit accomplie. Puisque les normes s'appliquent à des individus et dans des circonstances déterminées, il faut chercher quelle est la personne qui s'occupe de veiller à ce que les normes soient appliquées. إذا يجب البحث عن أولا من هو الشخص أو الجهة التي تفرض القانون والمعايير، ومن هو الشخص أو الجهة التي مثلا تسهر على تطبيق القانون. سوف نعطي مثال ببعض الأشياء، مثلا بعض يعني مثال فيما يخص القانون وتطبيق القانون والسهر على تطبيق القانون إلى آخره. هناك بعض النقاشات في المجتمعات العربية والإسلامية حول مجموعة من القضايا، مثلا هناك قضية مثلا الإجهاض، هذا إجهاض، أوكي؟ مثلا هناك قضية أخرى، قضية مثلا الشذوذ الجنسي، قضية مثلا العلاقات الرضائية أو كذا أو لا، يعني مجموعة من الأشياء. إذا هناك بعض الأشخاص حول مثلا الإفطار علنا في رمضان، هناك بعض الأشخاص الذين لديهم مصالح شخصية يعني تتعلق بهم هم، فيحتجون ويكتبون مقالات وينشرون مجموعة من الأشياء طبعا من أجل الوصول إلى بعض القوانين التي تخدمهم في مصلحتهم. في المقابل يجدون معارضة من أشخاص آخرين يختلفون معهم في المرجعية الفكرية والقيمية. لاحظوا مثلا الإجهاض قد يدافع عنه البعض كونه حق من حقوق المرأة وكذا إلى آخره، والبعض الآخر يقول لك لا، الإجهاض هو قتل للنفس وكذا ولا ينبغي أن يكون إلى آخره، ويكون هناك اختلاف. إذن فالجهة التي تستطيع أن طبعا أن يكون لها القرار السياسي والقوة السياسية ستفرض قانون. قضية الإرث مثلا نفس الشيء، البعض سوف يعتبر بأن عدم تساوي في الإرث هو ظلم للمرأة وكذا إلى آخره، فيسعى إلى أنه يكون هناك قانون يجعل الإرث يعني فيه يعني التساوي بين المرأة والرجل. البعض الآخر يرى بأن العكس، بأن الإرث فيه عدل وليس فيه ظلم وكذا بناء على اعتبارات أخرى. هنا سوف نأخذ مثال لتشريع حول الماريجوانا في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن كيف تمر القوانين أو كيف مرت القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية؟ إذن في الولايات المتحدة الأمريكية طبعا استعمال الماريجوانا كان يعد بأنه أتى من المكسيك، ويعني كان يمر في البداية بالجنوب الشرقي الجنوب الغربي الولايات المتحدة الأمريكية، وتستهلكوه في الغالب ساكنة من أصل لاتيني، من أصل إسباني يعني لاتيني، إسبانوفون يعني لاتيني، التي تتحدث الإسبانية. في بعض الولايات كولاية أريزونا، نيو مكسيكو، وتكساس. ولكن استعمال الماريجوانا بدأ يأخذ أو بدأ يعني يأخذ اتجاه آخر في سنوات 1920، يعني في سنوات العشرينات. Mais comme le phénomène était nouveau, il semble limité aux immigrants, il n'a pas soulevé beaucoup d'intérêt. ولكن في تلك الفترة لم يثير أي اهتمام، لأنه كانت ظاهرة استهلاك الماريجوانا تتعلق بالمهاجرين المكسيكيين. لكن في سنة 1930 بعد يعني 16 يعني ولاية من الولايات المتحدة سوف تصوت على قوانين تمنع استعمال الماريجوانا. إذن هنا تحول، لاحظوا كيف تغيرت يعني التعامل مع الماريجوانا. بمعنى هنا هوارد بيكري يريد أن يقول بأن مستهلك الماريجوانا في البداية لم يكن منحرفا، مستهلك الماريجوانا لم يكن منحرفا في المجتمع الأمريكي، لكن بعد أن أصبحت الماريجوانا يعني محرمة انطلاقا من قوانين، هنا أصبح مستهلك الماريجوانا منحرفا في نظر القانون. إذا في 1930 16 ولاية صوتت لمنع استعمال الماريجوانا، لكن في سنة 1937
الكونغرس الأمريكي سيصوت على قانون يسمى بالماريجوانا تاكس أكت، يعني لا لوا فيسكال سور لا ماريجوانا، يعني سوف يصوت على قانون طبعا فرض ضريبة على الماريجوانا، والهدف منه هو اقتلاع هذا المخدر. Selon la théorie esquissée ci-dessus, nous devrions trouver dans l'histoire de cette loi l'intervention d'un entrepreneur de morale. إذن يقول بحسب النظرية التي تحدث عنها، وهي أنه لا بد من شخصين أو جهة ما هي التي تفرض القانون وتدافع عنه، يجب علينا أن نبحث في تاريخ هذا القانون عن تدخل عن الشخص الذي يسمى بالانتربرونور دو مورال، يعني الشخص الذي يسمى بحامل أخلاق إلى آخره، والذي يدافع عن الأخلاق، هذا الشخص أو هذه الجهة التي أخذت المبادرة لكي تفرض منع الماريجوانا، من هي هذه الجهة؟ يجب أن نبحث عنها. Mais avant d'en venir à cette histoire, il n'est peut-être pas inutile d'examiner comment le droit américain avait traité les produits semblables. ولكن قبل أن نصل إلى هذا الأمر، أي البحث عن الشخص أو الجهة التي كانت نشيطة لمنع الماريجوانا، سوف يتحدث هوارد بيكر عن كيف تعامل القانون الأمريكي مع منتجات مشابهة أو مخدرات إلى آخره. مثلا استهلاك الخمر، وكذلك استهلاك الأوفيوم في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني عندهم تاريخ طويل لمنع استعمالهما، يعني محاولات. فالمحاولات لمنع استعمال المواد المسكرة والمخدرات فهي تأخذ شرعيتها من ثلاثة قيم. قلنا بأن دائما المعيار هو يأخذ شرعيته من القيم، تأخذ شرعيتها من ثلاثة قيم في المجتمع الأمريكي. القيمة الأولى وهي ما يسمى بأن الأخلاق البروتستانتية، والتي تؤكد على أن الفرد يجب عليه أن يتحمل المسؤولية فيما يفعل وفيما يحدث له، وبالتالي لا يجب عليه أن يفقد التحكم في ذاته. إذن هذا قيمة ما يسمى بالأخلاق البروتستانتية التي تحمل الشخص المسؤولية، وبالتالي فالمشروبات الكحولية والمخدرات القوية قد يعني تجعل الإنسان لا يتحكم في ذاته، إذن فاستعمالها هو شر وضرر. شخص إذن une personne enivrée par l'alcool، إذن شخص مثلا يستهلك المخدر أو يعني الخمر، يفقد التحكم في نشاطه في يعني الفيزيائي، يعني في نشاطه الجسدي، وبالتالي يمكن أنه لا يتحكم في نفسه. مستعملي المخدرات القوية الأوفيون كذلك هم يعني في المقابل يكونون يعني يصابون بنوع من العجز عن الحركة طبعا، ونفس الشيء أنهم لا يتحكمون في أفعالهم. إذن هذه هي القيمة الأولى. القيمة الثانية التي من خلالها سنحرم الخمر ونمنعه وكذلك المخدرات القوية في الولايات المتحدة الأمريكية، القيمة الأخرى في المجتمع وهي la réprobation de tout comportement visant exclusivement à approuver, à provoquer un état d'exaltation. هو منع أي سلوك هدفه الحصري هو الحصول على حالة من النشوة فقط بدون يعني هدف معين. إذن هنا هذا الأمر يأتي من ما يسمى بالبراغماتيسم والنفعية في المجتمع الأمريكي. فالثقافة الأمريكية المبنية على النفعية يعني تمنع كل أشكال النشوة هكذا بدون هدف معين، بدون منفعة. Pourtant, nous ne condamnons pas ces états quand ils sont le sous-produit ou
La récompense de comportement en eux-mêmes est réprochable, comme un dur labeur ou la ferveur religieuse. C'est seulement quand les individus recherchent l'exaltation. إذن فعندما يحدث أن الشخص معين يسعى إلى الحصول على لذة أو نشوة معينة من أجل ذاتها، فهنا طبعا يعتبر أنه يبحث عن لذة ممنوعة أو محرمة. القيمة الأخرى التي تزعم بأنها يعني قيمة إنسانية والتي من خلالها سنمنع استهلاك الكحول وأيضا المخدرات الأخرى القوية كالأفيون، وهي ما يسمى بأن الإصلاحيون كانوا يعتقدون بأن الأفراد الذين يشربون الكحول ويستهلكون المخدر الأفيون هم سيستفيدون أكثر من هذه القوانين، وستمنعهم هذه القوانين من أن يخضعون لضعفهم، وحتى عائلاتهم ستستفيد من هذا الأمر، بمعنى أن الشخص طبعا هو لا يتحكم في نفسه، ضعيف، إذا لم يجد القانون الذي يردعه سيستهلك الخمر ويقوم بمجموعة من الأشياء، إذا القانون يحميه هو أولا. إذن فهذه القيم هي التي كانت الأساس لبعض المعايير وبعض القوانين. Le 18e amendement est le Vol State Act, مثلا أحد القوانين الذي يسمى ب 18e amendement وكذلك Vol State Act prohibère l'importation, يعني كانت تمنع إنتاج أو صناعة المشروبات الكحولية في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن يجب أن تعرفوا بأن المشروبات الكحولية في فترة ما كانت محرمة في الولايات المتحدة الأمريكية. لو أغيسون أكت كذلك أحد القوانين الذي يسمى بلو أغيسون أكت منع استعمال الغير طبي للمخدرات القوية، المخدر يعني طبعا المخدرات الناتجة عن الأفيون، الهيروين والمورفين وغيرها. En rédigeant ces textes de loi, on prit soin de ne pas porter atteinte aux intérêts tenus pour légitimes d'autres groupes sociaux. Le Harrison Act, par exemple, était formulé de telle manière qu'il permettait au personnel médical. لكن عند إن يعني إنشاء القوانين ونصوص القوانين نحاول أن لا ن... طبعا نحاول أن لا نمس بمصالح بعض الجهات وبعض المجموعات. فمثلا القانون الذي يسمى بالأغيسون الهاريسون أكت، هذا القانون مثلا صيغ بطريقة معينة تسمح طبعا الجهاز الطبي باستعمال المورفين وكذلك مشتقات الأوفيون الأخرى لتسكين الآلام مثلا أو مثلا غاية أخرى طبية إلى آخره. Cette loi était en outre exprimée en des termes qui lui évitaient d'entrer en contradiction avec les dispositions constitutionnelles confiant les pouvoirs de police aux divers États. En raison de cette contrainte, la loi fut présentée comme une mesure fiscale. طبعا تبع لمجموعة من الإكراهات فالقانون طبعا قدم كأنه قانون ضريبي. إذا القانون قانون طبعا المتعلق بمنع مخدرات قدم في إطار أنه يعني قانون ضريبي مالي، يعني بمعنى أنه نقوم بإنشاء ضرائب على تلك المخدرات، يعني بمعنى أننا الأشخاص الذين لا يتوفرون على رخصة يعني تفرض عليهم ضرائب بنسب كبيرة، والأشخاص الذين يتوفرون على رخصة خاصة أطباء الأسنان إلى آخره والبيطريين والصيادلة، هؤلاء لا يؤدون إلا ضريبة رمزية. En dépit de cette présentation, le Harrison Act était bel et bien une loi de police, et c'est bien ainsi que l'interprétèrent ceux qui reçurent le mandat de l'appliquer.
اون دي كونسيكونس وهو اعتبر هذا القانون اعتبر بانه قانون الشرطه اي انه يساعد الشرطه في عملها. اون دي كونسيكونس دو لادوبسيون دو سات لوا في لا كرياسيون دو ميل اون 1930. طبعا يقول بانه من نتائج اعتماد هذا القانون قانون اريسون اكت او هاريسون اكت هو انتاج او انشاء يعني من نتائج هذا القانون انشاء ما يسمى في طبعا إنشاء ما يسمى بالمكتب الفيدرالي للممنوعات، يعني إنشاء ما يسمى ب Federal Bureau of Narcotics Office Federal de Stupéfiants في وزارة المالية. Les mêmes valeurs qui ont entraîné l'interdiction de l'usage de l'alcool et des drogues opiacées auraient évidemment pu s'appliquer au cas de la marijuana. Il semble que logiquement, c'est ce qui aurait dû se passer. Pourtant, les quelques témoignages sur l'usage de la marijuana que j'ai recueillis auprès de personnes ayant connu la fin des années 20 et le début des années 30 me conduisent à penser qu'on ne faisait respecter les lois locales alors que de manière relativement laxiste. Bien sûr, c'était l'époque avait ok. نفس القيم التي أدت إلى منع استعمال الخمر وكذلك المخدرات الأخرى قوية ربما كانت ستؤدي إلى نفس الأمر مع الماريجوانا، لكن الماريجوانا لم تمنع في تلك الفترة لأنه لم يكن هناك اهتمام كبير بها ولم تكن تشغل الرأي العام. إذن لا الساكنة ولا كذلك الأشخاص الذين يسهرون على تطبيق القانون ولم يكونوا يهتمون ولا يعتبرون بأن الماريجوانا كانت مشكل يعني جاد ومشكل حقيقي. Citons et qu'ils aient fait attention à cette chose, ils estimaient probablement qu'ils ne méritaient pas qu'on s'active pour le réprimer. Il y a d'ailleurs un indice de ce laxisme. Le prix de marijuana semble avoir été beaucoup plus bas avant le vote de la loi fédérale, ce qui indique que la vente n'en était pas très risquée et donc que la répression n'était pas sérieusement entreprise. Même le Treasury Department, حتى مثلا وزارة يعني التمويل إلى آخره في أحد تقاريرها في سنة 1931 كانت طبعا كانت تحاول أن تقلل من أهمية هذا المشكل، مشكل الماريجوانا. تقول مثلا بأن هناك المقالات المخصصة لآثار الاستعمال غير العادي للماريجوانا ont soulevé un grand intérêt dans le public et l'ont prêté aux cas particuliers d'usage de la drogue qui ont été rapportés plus d'attention qu'ils n'auraient reçu sans cela. Cette publicité étant exagérée. إذن كانت تعتبر بأن هناك مبالغة من المقالات، طبعا كانت تعتبر أن بعض المقالات الجرائد التي تحدثت عن مشكلة الماريجوانا هي تبالغ إلى آخره. وبالتالي حتى هذه الوزارة لم تكن تعير اهتماما للماريجوانا في البداية. لكن بعد ذلك سوف يقوم المكتب الفيدرالي للممنوعات من نفس الوزارة هو الذي سيقوم بالمجهودات الكبيرة التي ستؤدي إلى قانون يسمى قانون ماريجوانا تاكس أكت، قانون الذي يتعلق بالماريجوانا. Il est certes difficile de connaître les motifs des fonctionnaires de ce bureau, mais il suffit d'admettre qu'ils perçurent un domaine d'infraction qui relevait parfaitement de leurs compétences et qu'ils entreprirent de l'annexer. En travaillant à imposer, et d'un homme, هذا المكتب المكتب الممنوعات هو الذي سيشتغل بقوة من أجل فرض تشريع خاص بالماريجوانا. وطبعا هذا سيمر عبر مجموعة من المراحل. إذن المرحلة الأولى هو أن هذا المكتب سوف يحاول مساعدة الولايات على تأسيس وإنشاء قوانين خاصة باستعمال الماريجوانا، وسوف يعززها بأحداث وكذلك أرقام وجرائد
ومقالات في الجرائد إلى آخره. يحاول أن يثير الرأي العام حول المشكلة. إذن فهنا ce sont là deux importants modes d'action qui s'offrent à tous les entrepreneurs cherchant à faire adopter des normes. Eden. Ils peuvent s'assurer le concours d'autres organisations intéressées et gagner l'opinion publique par l'intermédiaire de la presse. Eden, سوف يشتغلون على لمحاولة إقناع الآخرين والرأي العام عن طريق مقالات في مجموعة من وسائل الإعلام. فهذا المكتب سيتعاون مع بقوة وبنشاط مع ما يسمى باللجنة الوطنية لتوحيد التشريعات في الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل أنه تكون هناك تشريعات موحدة خاصة بالممنوعات، خاصة فيما يخص استعمال ماريجوانا. في سنة 1932 لا كونفيرونس أبروفا، يعني هذه اللجنة اعتمدت مشروع قانون والذي سوف يعلق عليه المكتب الفيدرالي للممنوعات بهذا الشكل. يقول les contraintes constitutionnelles existantes semblaient exiger que ce soit les gouvernements de divers États plutôt que le gouvernement fédéral qui prennent des mesures répressives. إذن يقول بأن الإكراهات الدستورية الموجودة تبين على أن يجب على الحكومات المختلفة، حكومات مختلف الولايات، هي التي يجب عليها أن تأخذ إجراءات لتمنع القنب الهندي داخل الولايات. La politique suivie a donc consisté de manière générale à inviter instamment les autorités des États à mettre en place. إذن فالسياسة المتبعة كانت هي حث السلطات في مختلف الولايات على إنشاء تشريعات ووضع تشريعات خاصة بهذا الأمر، أي منع الماريجوانا. La loi sur les stupéfiants proposée à tous les États a sorti d'un texte optionnel restreignant le commerce du chanvre indien a été recommandée. إذن في البداية كان هناك عمل لهذا المكتب على مستوى الولايات، محاولة إقناع الولايات كلها بضرورة إنشاء قوانين خاصة بها لمنع استعمال الماريجوانا. ففي تقريره لسنة 1936 كان يحث هذا المكتب الفيدرالي شركائه على مضاعفة الجهود. Il laissait entendre que l'intervention fédérale pourrait bien devenir nécessaire. ومن هنا كان يؤكد على أن التدخل الفيدرالي على المستوى المركزي يمكن أن يكون ضروريا. يقول بأنه في غياب تشريع فيدرالي مكمل فهذا المكتب للممنوعات، مكتب فيدرالي للممنوعات، لا يمكن له أن يواجه وحده يعني هذا طبعا هذا المشكل، مشكل رواج مخدر الماريجوانا. يقول أيضا بأن استعمال الغير العادي للمخدر انتشر ويستمر في الانتشار في مختلف الولايات، وهذا المكتب، مكتب الممنوعات، قد ضاعف الجهود في مختلف الولايات، ويعني محاولا أن يضغط لتطبيق القوانين المحلية على هذا يعني المخدر اللي هو القنب الهندي. لو سوكون فرون، الجبهة الثانية للمواجهة التي قام بها هذا المكتب كانت موجهة للرأي العام من خلال مجموعة من المقالات التي كتبت في مجموعة من الجرائد والمجلات والتي تبين خطر مخدر الماريجوانا. مثلا هنا يقول بأن غياب تشريع فيدرالي في هذا المجال، في ظل غياب تشريع فيدرالي في هذا الإطار، فعلى الولايات والمدن الكبرى أن تطبق
تأخذ المسؤولية وتطبق القانون من أجل اقتلاع هذه العشبة، يعني هذا يعني هذه العشبة الضارة، يعني اللي هي ماريجوانا أو القنب الهندي، والتي لديها يعني آثار مميتة على المجتمع. طبعا Le bureau ne s'est pas borné aux exhortations contenues dans ses rapports. Un passage consacré à la campagne en faveur d'une loi sur les stupéfiants uniformes pour tous les États décrit les méthodes qu'il utilisait dans ce genre de campagne. ثم بعد ذلك سوف يقود هذا المكتب كما أشرت حملات في جرائد كثيرة ومجلات من أجل الحث الناس أو يعني بيان ضرر المخدر إلى آخره. وفي آخر المطاف سيدخل هذا القانون إلى الكونغرس لكي يناقش ويعتمد، وبعد ذلك سيصوت عليه مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن لاحظوا بأن هذا المكتب الذي يسمى بالمكتب الفيدرالي للممنوعات اعتبر نفسه هو ما يسمى بالانتربرونور دو مورال، يعني هو الذي يسهر على يعني تطبيق القوانين والمعايير الاجتماعية، هو الذي يسهر على حتى إنشاء وتأسيس معايير مثلا يعني اجتماعية جديدة أو قوانين، ويمر بمجموعة من المراحل لفرضها. إذن انتهى هذا الفصل، الفصل السابع، شرحت أهم عناصره. في الفصل القادم، الفصل الثامن، سوف نفصل فيما يسمى بالزونتربرونور دو مورال، يعني بمعنى الأشخاص الذين يسعون إلى تطبيق المعايير الاجتماعية والذين ينشئونها ويعتبرون هم يعني الذين يسهرون على تطبيقها، إنشائها أولا ثم تطبيقها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.